السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بفيديو جديد انتقالات بيس 21. ندخل في الموضوع على طول ونبدأ في الخطوات لانتقال اللعيب من الفريق القديم للفريق الجديد وتغيير الأرقام. هبدأ ندخل الأول في السيتنج، في بعد كده الإيديت. هبدأ يحمل معانا. هنبدأ ندخل في الترانسفير، هنوصف الفريق اللي انت عايز تنقل منه اللعيب او تضيف فيه اللعيب عادي، يعني الاتنين. مثلا باريس سان جيرمان انا ناقل فيه ميسي، هنقل بيه برضك لعيب تاني عادي. نجيب مثلا ابلير، ابلير دي اللي عايز تضيف لعيب من فريق تاني. نشوف مثلا نجيب مثلا من الدوري الانجليزي، نجيب محمد صلاح مثلا ننقله. محمد صلاح اتنقل معانا، هتنزل زي تحت خالص، هتلاقيه تحت محمد صلاح، يطلع برضو كده. لو انت حابب تنقل برضو لعيب من هنا، لعيب من هنا لفريق تاني عادي مسموح، مثلا لميسي رسفير تو اذر تيم. هنروح الدوري الاسباني مثلا، نبيعه برشلونة زي ما كان، يرجع برشلونة زي ما كان. هنخرج، نخرج تاني، ناخد خالص، هنوصل لقائمة ترانسفير، هندخل على تيمز، هنرجع لباريس سان جيرمان، هنرجع للجيم بلان، وكده هندوس هنا. هو مظبوط، محمد صلاح هنا مظبوط، بس انت في العادة بتلاقيه تحت خالص، هتبدأ تطلعه عادي فوق، هتحطه في الخطة، طلعه فوق عشان يظهر معاك، هتخرج خالص، لأن انت عايز تغير الرقم. رقم اللعيب مثلا دوس على نمبر، بعد ما تخرج من الجيم بلان دوس على النمبر تلاقيه فوقيه على طول. هتجيب مثلا، تشوف مثلا انا عايزين محمد صلاح مثلا خليه رقم 30 مثلا، ندوس عليه، ندوس عليه ايه، بعد كده هنوديه هناك 30، اي رقم احنا عايزين 30 40 مش تفرق. بعد كده نخرج، نخرج خالص. كمان حاجات هنا ممكن تلعب فيها بس مش لازم، يعني مش هتفيدك في حاجة أوي. هندوس كلمة سيف، هندوس يس، هندوس يس تاني، ابدأ احفظ معانا. طبعا احنا لسه مخلصناش، في تاك كده بتحصل مش لكل الأجهزة، بس دي اللي تخليك مش هتعرف تلعب الإعدادات اللي انت عملتها الجديدة دي. تخرج، نروح للكيك اوف لوكا ماتش، مكان دوس كونفيرم عادي، يبقى يحمل معانا. هتلاقي حاجة هنا اسمها لايف ابديت داتا، هتلاقيها تحت هشاور لك عليها. هنا بيقول لك الار سي، الار سي دي اللي هي الانالوج ناحية اليمين، هتدوس عليها، هتقفل هنا اللايف ابديت، هتدوس هو هيبقى اون، هيبقى اون معاك اهو، هو كده هيبقى اون. يحمل، دخلنا تعمل اوت جديد، يلا كده لايف ابديت اون. كده مش هتلاقي الفريق، مش هتلاقي اللعيبه زي ما كانت، زي انت ما غيرتهم رديتهم من فريق تاني، هرجع لك زي كان، يعني رجعت لموسم القديم، رجعت زي اللعبه كانت، كانت تبقى زي نفس الانتقالات عادي. عشان تغير الانتقالات وتلاقي الانتقالات رجعت اللي انت عملتها ظهرت عندك، هتدوس ار سي او حسب اللي عندك ظاهر، هتدوس لايف ابديت اوف، هتقفل اللايف ابديت، هتلاقيه قفل معاك. بس ده بقى تدخل مثلا هنا، تدخل باريس سان جيرمان اي حاجه، جيم ميلان، محمد صلاح اهو عادي، رقم 42. لازم تقفل اللايف ابديت عشان يظهر. لو انت برضك حبيت برضك عايز تلعب برضك بالانتقالات اللي انت عملتها دي، افتح بس لايف ابديت، خلي اللايف ابديت اون وهتلاقي ظبط معايا. بس كده تفاصيل سهلة جدا وأي حد عارف يعملها. ودي كانت نهاية الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو جدا، وهسيب لكم اللينك تحت للانتقالات اللي بتحصل في الموسم الجديد عشان تقدروا تعرفوا ايه اللي بيحصل وتجيب الحاجات بالظبط، تشوف اللعيب ده هينتقل لأنهي فريق عشان تجيبوا الانتقالات بالظبط اللي انتوا حابين تلعبوا، يعني بواقعية أكتر. و ده يا رب بإذن الله الفيديو يعجبكم،
واستنوني في ذات جاية أحسن وأقوى. يلا سلام.